السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ هنتكلم النهاردة على اليوري إليمينيشن. احنا أخدنا الباول إليمينيشن واتكلمنا عنه على المنصة بالتفصيل، هنتكلم النهاردة على اليوريناري إليمينيشن. أول حاجة هنعرفها وهنتكلم عنها، هنتكلم عن الأناتومي فيسيولوجي. هناخد جزء مبسط عن تشريح اليورينري سيستم، الجهاز البولي، عشان نقدر نعرف ازاي بيخرج اليورين وايه المشاكل اللي ممكن تحصل في اليورينري سيستم. عندنا يا شباب 2 كيدني و 2 يورتر، 2 كلى و 2 حالب، 1 بلادر والسفنكترز واليوريثرا. اول حاجه عايزين نتكلم عنها، عايزين نعرف ان اليورينري سيستم زي ما قلنا مسؤول عن ان هو يعمل لي اليمينيشن ذا موست ثرو سيكريشن ايفاكويشن اوف ذا يورين، بيطلع لي اليورين اللي موجود في الجسم والوست برودكت الموجوده في الجسم، بتخرج خلاص الووتر والسولت اللي موجود في الجسم بيخرج من الجسم عن طريق اليورين من خلال الكيدني. طيب عايزه اعرف، بيقول لي هنا under normal conditions average person eliminate approximately، يعني في الطبيعي الشخص الطبيعي بيخرج لي approximately من 500 ل 3000 ملي اوف يورين each day average من 1200 ملي في اليوم. يبقى المفروض ان الشخص الطبيعي يطلع يورين 1200 ملي في اليوم. طيب لو الشخص دوت بيقول لي برضو ذا نورمال رينج فروم 24 اور، في خلال 24 ساعة الشخص الطبيعي يخرج لي من 400 ل 2000 لتر، ده هيعتبر طبيعي. اقل من 400 يا شباب هيبقى اب نورمال، واكتر من 2000 هيبقى اب نورمال. الكلام ده لو الشخص دخل في جسمه مية او شرب مية او سوائل بنسبة 2 لتر بير دي. طيب عايزة اعرف الفانكشن اوف كيدني او الكيدني فانكشن. الكيدني فانكشن قال ان الكيدني بتعمل اول حاجه اكسكريشن للميتابوليك ووستس، بتخرج لي كل الوست برودكت الفضلات اللي موجوده في الجسم من يوريا ويوريك اسيد وكرياتينين وامونيا. تاني حاجه بتعمل ريجوليشن اوف ذا اسيد بيز بالانس اوف ذا بودي، بتعمل توازن للاسيد بيز للسوائل والاملاح اللي موجوده في الجسم. ريجوليشن اوف ذا اماونت اكسترا في اللود ثرو اليمينيشن اوف ذا اكسس في اللود، بتحافظ لي ان التوازن او البالانس ما بين السوائل في الجسم، ان الداخل في الجسم يكون قد الخارج ويكون في توازن ما بينهم. ريجوليشن اوف ذا اوزموتيك بريشر، بتحافظ لي او بتحافظ على انتظام الضغط الاسموزي. ازاي بقى؟ اوف اكسترا في اللود باي ريجوليتنج ذا اماونت اوف صوديوم. طب ازاي بتحافظ على الضغط الاسموزي؟ ان هي بتحافظ لي على نسبه الصوديوم والووتر في الجسم تكون ريجوليشن، يكون في انتظام فيها او تكون طبيعيه وفي المعدل الطبيعي. regulations extra cellular electrolyte by selection reabsorption of the important electrolyte and excretion of the excess such glucose. يعني ايه؟ يعني بتحافظ على السوائل الموجودة في الجسم المهم في الجسم، الالكترولايت والفلويد المهمة في الجسم بتخليها في الجسم، والاكسترا الزائدة عن الجسم بتعمل لها اكسكريت او بتخرجها زي مثلا الجلوكوز الزائد عن الجسم. ايه الاوزموتيك بريجر ده يا شباب؟ الاوزموتيك بريجر هنا قال لي to have be applied to pure solvent to prevent it from passing into given solution by osmosis often used to express concentration of the solution. يعني ايه؟ الضغط الاسموزي اللي هو بيحافظ لي على نسبة الصوديوم والمية في الجسم تكون طبيعية، ما تزيدش وما تقلش. ايه تاني من الكيدني فانكشن؟ ان هي مسؤولة عن regulation of blood pressure. ازاي الكلى هي مسؤولة عن انتظام ضغط الدم؟ the kidney produce any an enzyme like substance called renin. يبقى أنا عندي هنا الكيدني بتفرز لي إنزيم اسمه الرينين. الرينين ده بيعمل لي إيه؟ can be raise blood pressure، ممكن يعلي يزود ضغط الدم. يبقى هنا الكيدني لو حصل فيها مشكلة خلاص هيزيد هرمون أو هيزيد إنزيم الرينين في الجسم هيزيد ضغط الدم. طيب إيه تاني؟ regulation of RBCs أو red blood cell production under stress the kidney produced erythropoietin. نحفظ المادة دي كويس جدا، مادة الإريثروبيوتين أو هرمون الإريثروبيوتين. هرمون الإريثروبيوتين ده مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن تصنيع، إنه بيحفز البون مارو، بيحفز النخاع العظمي إنه يصنع لي كرات دم حمراء. يبقى الكيدني مسؤول عن إن هي بتعمل بروديوس للإريثروبيوتين which stimulate production of the RBCs in the bone marrow، بتحفز البون مارو النخاع العظمي إن هو يطلع لي RBCs، يطلع لي كرات دم حمراء.
طيب ايه تاني من الكيدني فانكشن؟ كنترول اوف ووتر اكسكريشن، بتحافظ لي طبعا في ري ابزوربشن اوف ذا ووتر ان ذا تيوبولز ان كنترول بايبيتيوتري اند هايبوثالاميك اكشن. يبقى البيتيوتري والهايبوثالاميك بيعملوا ايه هنا؟ بيحافظوا على افراز الميه، ان الميه ما تخرجش من الجسم بكميه زياده فيحصل جفاف، او تتحبس في الجسم فيحصل إديمة. بيقول لي هنا تاني ايه هو الاريثروبايوتين، نحفظ الماده دي كويس يا شباب. هرمون سيكريتد باي ذا كيدني ذات انكريز ذا ريت اوف برودكشن اوف ار بي سيز ان ريسبونس تو فيلينج ليفل اوف ذا اوكسجين ان ذا تيشو. يبقى هو مسؤول عن ان هو بيطلع لي او بيصنع لي الار بي سيز. طيب ايه هو اليورين؟ اليورين از ذا ويست برودكتس، فضلات موجوده في الجسم، رابش او اوفل، اوف ميتابوليك اور اتس كومبلكس equal solution of organic and inorganic substance. normal volume of urine excreted per day. normal volume of the urine بيبقى زي ما قلنا من 1000 ل 2000، من 400 ل 2000، 1200، كل ده normal يا شباب. night urine output بالليل، بالليل نسبة اليورين اللي بتخرج قد ايه؟ قال لي بتبقى اقل من 400 مللي بالليل. طيب في عوامل بتأثر في الفاليوم اكسكريت، في عوامل بتأثر في كمية اليورين اللي بتخرج، قال لي في عوامل بتأثر زي ايه مثلا؟ الانتيك اوف ذا فلويد بروتين اند سولت، لو شربت سوائل كتير، اكلت مواد او اي اطعمة فيها بروتينات، اطعمة فيها املاح، كل دوت هيخليني اشرب مية، يخليني ادخل الحمام كتير. اكسسيف بريسبيريشن اند سترينوس هارد، الشخص دوت مثلا اكسسيف بريسبيريشن بياخد شهيق وزفير كتير، بيتحرك كتير، بيعمل اكسرسايز مثلا، بيخرج الوست برودكت اللي موجوده في الجسم دي في العرق والبريسبيريشن وفي التنفس الداخل والخارج، ده هيخليه يقلل من عمليه اليورينيشن. يبقى انا هنا في حاجتين ممكن تزود لي، حاجه ممكن تزود في اليورين اوت بوت، وفي حاجه تقلل في اليورين اوت بوت. تزود في اليورين اوت بوت لو اكلت اكل فيه املاح او شربت سوائل كتير، دوت هيزود اليورين اوت بوت. العكس بقى، لو خرج مني عرق كتير، عملت مجهود عملت اكسرسايز وخرج عرق كتير، دوت هيقلل اليورين اوت بوت. الكالر، قال لي نورمال يورين از ا بيل يلو كالر، لونه اصفر كهرماني، وان ذا اوت بوت اوف ذا يورين از لو اتس ابير ديب يلو، لو نسبه اليورين يا شباب قلت هنلاقيه اصفر غامق. freshly voided urine is clear and transparent، الطبيعي ان اليورين بيخرج كلير يعني نقي ما فيهوش اي شوائب. long standing urine may become turbid due to perception of the phosphate، قال لي هنا لو حبسنا اليورين او البول ده مده طويله في الجسم، هيبقى في حاجه اسمها turbidity، هيبقى معكر نتيجه لوجود ماده الفوسفات فيه. طيب الريحه، الاودر، normal odor of the urine is aromatic in nature، يعني بتبقى ريحته رائحه نفاذه خلاص. لونج ستاندنج يورين، لو اتحبس اليورين مده طويله زي ما قلنا، الريحه بتاعته هياخد ريحه الامونيا ديو تو ديكومبوزيشن اوف ذا يورين تو امونيا، نتيجه لان اليورين بيتحلل للامونيا. كده اتكلمنا على الاناتومي او تبسيط للاناتومي اوف ذا يورينري سيستم، واتكلمنا على الكيدني فانكشن. هنتكلم بقى على الترايشن او اولتر يورينري برودكشن اند اليمينيشن باترن، ايه هي العادات التبول الطبيعية وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل للبيشنت أو لأي شخص. أول حاجة خدوا بالكم إن المحاضرة دي غالبيتها زي الباول إليمينيشن، فيها ميديكال، فيها ترمينولوجي كتير خلاص، فيها مصطلحات كتير هتبقى عايزة تتحفظ. أول حاجة عندي بوليوريا. بوليوريا هو avoiding of abnormal large volume of diluted urine، خروج كمية كبيرة من البول. أوليجيوريا، avoiding a scantily amount of urine less than 600 per day. يعني ايه يا شباب؟ يعني الاوليجيوريا قلة نسبة التبول لأقل من 600 ملي في اليوم. انيوريا، توقف التبول تماما، total absence of marked deficiency failure of the kidney to produce urine. يبقى اقولها لك بالنوعين، يا اما failure of the kidney to produce urine معناها انيوريا، او total absence توقف تماما او انقطاع التبول تماما. urinary incontinence اللي هو السلس البولي، involuntary voiding or dripping of urine، تلاقي فيه خروج البول involuntary يعني لا إرادي، أو تنقيط من، يعني تلاقي الشخص ده بينقط يورين قبل ما يعمل urination. طيب إيه تاني؟ retention اللي هو الاحتباس. the urine is formed in the kidney، اليورين اتكون في الكلى، اتفقنا؟ but the patient unable to excrete it from his bladder، بس الشخص مش قادر يخرجه من المثانة نفسها،
or inability to void also urine is produced. او الكلى سوري برضو الكلى كونت البول خلاص، بس الشخص نفسه مش قادر يعمل عملية urination voiding. اتفقنا؟ بيبقى فيه هنا excessive storage of the urine in the bladder. اليورين بيتحبس مدة طويلة في البلادر. ايه تاني؟ dysuria. dysuria يعني ايه؟ ألم أثناء التبول. difficulty in voiding or pain in voiding. يبقى فيه هنا difficulty in voiding، بيكون فيه صعوبة في التبول أو ألم أثناء التبول. أو or pain in voiding, painful or difficult urination. Nocturia is a need to get up the form sleep in order to void. بتلاقي نفسك عايز تصحى بالليل كتير. Nocturia اللي هو كثرة التبول أثناء الليل، تلاقي الشخص ده عايز يصحى بالليل أو بيصحى بالليل كتير عشان يعمل urination. In ureses it is involuntary loss of urine، فقد في التبول. خلاص احنا خدوا بالكم قلنا في urinary incontinence هو سلس بولي، لكن الانيوريسيس هنا معناها ايه؟ ان الشخص ده عنده سلس بولي اثناء الليل. يبقى is involuntary loss of urine at a night، يبقى هنا لا ارادي فقد في التبول اثناء الليل. bedwetting طبعا بيبل السرير زي الاطفال especially by children at a night. طيب urgency is the sensation that one must void. عندي احساس ملح ان كل شويه عايز ادخل الحمام، كل شويه عايز ادخل الحمام. ممكن يعمل نقطة ويخرج كمية بسيطة ويخرج، بس عنده إلحاح في عملية اليورينيشن. Residual urine when the bladder empty normally it retain keeps retention little amount of urine. Residual urine إن البلادر ما بتعملش complete evacuation، المثانة ما بتفرغش البول تماما، بيتحبس أو بيتبقى كمية من اليورين داخلها. طيب هنتكلم هنا على signs and symptoms. هنكمل ايه هي الساين. احنا ايه قلنا يا شباب الالتريشن او المشاكل اللي بتحصل في عملية اليورينيشن. هنكلم بقى على الاعراض اللي بتظهر نتيجة لمشاكل في الجهاز البول او في اليورينيشن. ايه هي الاعراض دي بقى؟ abnormal finding of urine. ايه الابنورمال finding او التحاليل اللي ممكن نكتشفها في التحليل الطبية لما نقول للبيشن تعمل التحليل ده بيظهر فيه ايه؟ بيظهر فيه اول حاجة هيماتيوريا. Presence blood in urine يبقى وجود دم في البول. Biuria presence of pus وجود pus صديد في البول. اتفقنا نتيجة لأن معناه إن في بكتيريا موجودة. Albuminuria اللي هو presence of albumin in the urine في albumin في البول، ده معناه إن في symptoms of kidney disease، ده معناه إن في مشاكل في الكلى نفسها. Glucosuria. Glucosuria presence of sugar in the urine وجود سكر في البول. Characterized by excess of sugar in the urine typically associated with diabetic patient. الناس اللي هم diabetic أو اللي عندهم kidney disease هيظهر glucosuria. Cyst اللي هو present coagulated protein. Cyst هنا أو الحويصلات معناها إن في coagulated protein، بروتين متجلط موجود في الكدني. Pale urine معناها هنا إن اليورين diluted urine may be due to excess fluid intake. تلاقي اليورين لونه شاحب وده معناه إن في يعني الشخص ده اخد سوائل كتير فبدأ اليورين لونه يبقى فاتح زي لون المية بالظبط. Dark urine اللي اليورين بيكون لونه غامق معناها ان the urine is concentrated maybe due to low fluid intake or dehydration. Dark urine هنا قلنا معناها ان الشخص ده هيكون ما بيشربش سوائل نهائيا او عنده جفاف، فبالتالي اليورين هيخرج dark urine. Ketonuria معناها ان في كيتون في اليورين. طيب ايه تاني؟ هنكمل بقى بشرح شوية بالكوزس والساين والسيمتوم والكير للالتريشن للمشاكل اللي قلنا عليها في اليورينري سيستم. اول حاجة قلنا في يورينري فريكونسي اللي هو يورينري فريكونسي هنا تكرار عدد مرات التبول، مش سلس بولي ولا حاجة، لا بيدخل الحمام كتير. is voiding at frequency intervals and greater than normal urine volume that is more often than من 4 to 6 time per day. يعني الشخص ده بيدخل الحمام من 4 ل 5 مرات في اليوم لعملية اليورينيشن. السبب هنا ممكن يكون في اول حاجة UTI يعني urinary tract infection يعني عدوى في الجهاز البول. هيكون في ستريس، في حاجة قلقاه، في حاجة متوتر من حاجة معينة، او ان هي هتكون في ميل بريجننت دوت هيؤدي الفويدنج. فبيخرج يورين حوالي من 50 ل 100 ملي اوف يورين في المرة الواحدة. المشكلة التانية الارجنسي اللي قلنا عليها اللي هو الالحاح. Is the sudden strong desire to void. عندي الحاح
فعمليه اليورينيشن كل شويه عايز يدخل الحمام. طب السبب هنا هيكون ايه؟ في سايكولوجيكال ستريس اند اريتيشن اوف ذا ترايجون اند يوريثرا. سايكولوجيكال ستريس اند اريتيشن فروم ترايجون اند يوريثرا، هيكون في هنا قلق عند البيشنت نفسه او انفلاميشن في منطقه اليوريثرا، خلاص ممكن تؤدي لعمليه الارجنسي. طيب poor external sphincters control and unstable bladder concentration، ان الشخص دوت نفسه مش قادر يتحكم في الكونتراكشن، البلادر مش قادره تعمل كومبليت كونتراكشن، مش قادره تنقبض، كل شويه في احساس ان الشخص دوت ايه ان كنترول في البلادر، فعايز يدخل الحمام يعمل يورينيشن. ايه هو الترايجون يا شباب اللي احنا بنقول عليه دوت؟ ترايجون هنا شايفين في المنظر اللي قدامنا اللي موجود في نهاية البلادر. ترايجونال ريجيمنت اوف ذا تيشو بارتيكولاري ذا اريا ات ذا بيز اوف ذا يورينري بلادر بتوين ذا اوبننج اوف ذا يورترز اند يوريثرا، ما بين فتحة اليورترز واليوريثرا زي ما موجود قدامنا في الصورة بالظبط. ده الترايجون لو حصل انفلاميشن فيه هيؤدي للإلحاح اللي قلنا عليه أو الرغبة في عملية التبول. ده يا شباب الميل بلادر، شكل المثانه في الميل زي ما احنا شايفين ورا اليوريثرا، في خلف اليوريثرا البروستاتا. لو حصل اي مشاكل بالنسبه للرجال او للميل، لو حصل لهم مشاكل في قناه مجرى البول بتتاثر البروستاتا على طول، ولو حصل مشكله في البروستاتا بتتاثر قناه مجرى البول، دي حاجه نعرفها. هنكمل الالتريشن او المشاكل اللي بتحصل في الجهاز البول. ايه تاني؟ قال لي في انيوريسيز. يعني ايه انيوريسيس؟ انفولانتري يعني لا ارادي. انفولانتري يورينيشن ان تشيلدرن، ناخد بالنا ان تشيلدرن خلاص، بيوند ايج وين ذا فولانتري بلادر كنترول از نورمالي اكوايرد يوجوالي فروم 5 أو 4 أو 5 years اوف ايج. يعني ايه انيوريسيس هنا؟ اللي هو التبول اللا ارادي في الاطفال نتيجه لان البلادر لسه ما قدرتش، ما حصل لهاش جروث او ما حصلش النمو الطبيعي ليها ان هي تعمل كنترول اوف يورينيشن. بيحصل امتى؟ من 4 لـ5 سنوات. Nocturnal enuresis is voiding 2 or more times at a night. Often is irregular and affected boys more often than girl. دخول الحمام اكتر من مرة اثناء الليل. قال لي هنا Nocturnal enuresis بيحصل اكتر في البويز، في الصبيان عن البنات. ديورينال او داي تايم ديورينج ذا داي، ده الانيوريسيس. بقى الانيوريسيس هنا او الديورينال بيبقى خلال النهار، وهنا بيحصل انيوريسيس may be present and pathologic in origin it's affected women and girls. خلال اليوم نبص نلاقي في الجيرلز او في الومنز، في السيدات او في البنات، كثرة دخول الحمام اثناء فترة النهار. هنكمل برضو عندي اليورينري انكونتيننس. اليورينري انكونتيننس هو ده التبول اللا ارادي اللي هو الانفولانتري يورينيشن او البيدويتنج. انكونتيننس مين ان ابيليتي تو كنترول ايذر يورين اور باول اليمينيشن، مش قادر اتحكم في عمليه التبول او عمليه التبرز. بس يورينري انكونتيننس هيكون هو التبول اللا ارادي. طيب بيقول لي كلاينت ات هايست ريسك فور ديفلوبينج انكونتيننس انكلود ذوس هو ويز، مين البيشنت اللي هم عرضة ان يحصل لهم urinary incontinence؟ اول حاجة قال لي عنده قبل كده history of UTI، عنده مشاكل قبل كده حصلت له في الجهاز البولي، عمل جراحة معينة في الجهاز البولي اثرت عليه، حصل له اصابة او تروما، multiple vaginal birth، السيدة دي وحصل لها ولادة كذا مرة فده اثر على المثانة انها مبقتش قادرة تتحكم في اليورين. musculoskeletal disorder، الشخص دوت عنده مشاكل في الجهاز العضلي والعظمي. endocrine disorders، في اي مشاكل في الهرمونات خلاص او في الاندوكراين سيستم. urinary retention، احتباس البول. is impaired in emptying of the bladder، urine accumulates and bladder become over distended، البلادر ممتده وممتلئه باليورين تمام واحتباس البول بداخلها. طيب ايه الاسباب او الكوزس؟ قال لي اول حاجه بروستاتيك هايبرتروفي، في مشاكل في البروستاتا في الميل، في انلارجمنت، في ورم في البروستاتا زي ما قلت لكم، البروستاتا
خلف قناة مجرى البول في الرجال، لو حصل مشاكل في البروستاتا هتأثر على قناة مجرى البول نفسها. سيرجري، في جراحة معينة الشخص اتعملت في الجهاز البولي. some medication، بعض الأدوية ممكن تؤدي لاحتباس في البول. the client may experience overflow voiding or incontinence eliminating 25 to 15 ملي of urine frequent intervals. في أشخاص خلاص بيبقى overflow voiding، بيدخل أو الشخص ده ودخل الحمام مخرجش يورين غير 25 أو 50 ملي فقط في المرة الواحدة، وده نسبة قليلة جدا. هايبرتروفي يعني ايه؟ هايبرتروفي زي ما احنا شايفين، في عندي النورمال بروستاتا في الصورة، البروستاتا لو هي طبيعية ولو في ورم في البروستاتا. بص بقى، الورم في البروستاتا مخلى قناة مجرى البول مقفولة تماما، فالشخص ده مش هيقدر يعمل يورينيشن. يبقى هايبرتروفي enlargement of an organ or tissue from increasing the size of its cell. بوليوريا، هنتكلم بقى على البوليوريا بالكوزز بتاعتها. بوليوريا اللي هو إدرار أو كثرة التبول، كثرة كمية البول نفسها. production of the abnormal large amount of urine by the kidney، الكدني بتطلع لي يورين كتير. طب الكوزز هنا ايه؟ excess fluid intake، الشخص دوت بوليديبسيا بيشرب سوائل كتير. associated with diabetes mellitus، طبعا البيشنت اللي هو الديابيتك هو اللي هيشرب سوائل كتير فهيدخل الحمام وهيخرج كمية يورين كتير. chronic nephritis، لو في التهاب في الكلى، التهاب مزمن، لو البيشنت taking certain medication، اخد medication معين ادى الى بوليوريا. انيوريا، انيوريا هو failure of the kidney to produce urine. ناخد بالنا هنا، انقطاع البول هو عدم او فشل الكلى في تكوين البول من البداية. انيوريا mean absence of the urine or volume of 100 ملي or less in 24 hour. it indicated that kidney are not forming sufficiency urine. معناها ان خروج كمية يورين في اليوم 100 ملي او اقل، ده معناه ان الكيدني ما بتشتغلش بكفاءة. اوليجيوريا اللي هو قلة التبول، production of abnormal small amount of urine. ان اليورين اوتبوت less than 400 ملي per 24 hour indicates inadequate elimination removed or disposed of urine. يبقى هنا في الأوليجيوريا قلة كمية البول عن 400 ملي بردي. قال لي هنا residual urine or more than 15 ملي of urine that remains in the bladder after voiding. زي ما قلت لكم هيخرج 400 ملي أو 500 ملي أو أقل. طيب أسباب الأوليجيوريا هتكون إيه؟ أول حاجة لكم في اللود انتيك، الشخص ده ما بيشربش سوائل كتير، في مشكلة في الكيدني أو في فشل في الكيدني renal failure. impaired في البلاد فلو تو ذا كيدني، في الدم اللي واصل للكلى مش كميه كافيه بحيث انها تشتغل بكفاءه. ديزيوريا اللي هو صعوبه او الم في التبول، painful or difficult urination. it's difficult to difficult or uncomfortable voiding، صعوبه او الم اثناء التبول. and common symptoms of trauma to the urethra، نتيجه لان في اصابه في اليوريثرا في قناه مجرى البول او في البلادر، في infection في البلادر. frequency and urgency، هتلاقي فيه كسرة الرغبة في دخول الحمام. خلاص الكوزس هنا هتكون ايه بقى؟ اول حاجة قلنا UTI اللي هو urinary tract infection، ان فيه عدوى في الجهاز البولي، او injury to bladder and urethra، او ان فيه اصابة في البلادر او اليوريثرا. طيب ايه الفاكتورز which affected the individual urinary elimination، ايه العوامل اللي ممكن تأثر في عملية التبول؟ change in the patient environment، تغير البيئة. لو أنا موجود في مكان غير البيت مثلا، فمش متعود أدخل الحمام برا البيت، such as improper toilet facility، unclean toilet، التويلت مش نظيف، lack of privacy، مفيش خصوصية إن الشخص ده يدخل الحمام يبقى مطمن هو داخل الحمام. تاني حاجة الـ amount of fluid intake، it can either increase or decrease amount of urine. طبيعي جدا شربت سوائل كتير هدخل الحمام، شربت سوائل قليل مش هدخل الحمام. طيب اوف فود، انواع الاكل اللي بناكله مثلا بتاثر على الكالر اوف ذا يورين، بتاثر على شكل البول نفسه. انتيك اوف دراجز، في بعض الدراجز يا شباب ممكن ياثر على كميه البول. في ادويه بيتقال عليها ديوريتكس اللي هي مضرات البول، يعني معناها ان الشخص ده لو اخدها هيدخل الحمام اكتر من مره في اليوم. سايكولوجيكالي فاكتورز، الاستريس او الفيره والانكزايتي، اي عامل نفسي هياثر على عمليه التبول.
باثولوجيكالي كونديشن الشخص وهو عنده فيفر او دايبيتك او انفيكشن، دي عوامل بتاثر برضو في عمليه التبول زي ما قلناها. ديزيز اوف نيرفس سيستم اور انجري، لو في مشاكل لا قدر الله في الجهاز العصبي او اصابه في الجهاز العصبي ممكن تؤدي لمشاكل في الجهاز البولي زي اليورينري انكونتيننس اللي هو السلس البولي زي ما قلنا. فيزيكال اكتيفيتي ساتش از الموبيليتي، لو الشخص ده ما بيتحركش تماما ده هيأثر في عمليه التبول. بلادر بلاد بريجر، بلاد بريجر لو بلاد بريجر او الهيموريدج ليد تو لو برودكشن اوف ذا يورين، لو طبعا قل ضغط الدم اتفقنا هتقل كميه اليورين اللي بيخرج من الجسم، لو حصل بليدنج لو حصل هيموريدج لو حصل نزيف هيقلل كميه الدم اللي بتخرج من البيشنت. ايه تاني؟ اوبستراكشن، لو حصل انسداد مثلا في انسداد موجود البروستاتا، حصل انفلاميشن في البروستاتا فقفلت او حصل فيها انلارجمنت تضخم فقفلت على اليوريثرا. هرمونال انفلونس، لو في اي مشاكل في الهرمونز دي برضو هتاثر في عمليه التبول. assessing urinary elimination، ازاي بقى نقيم اليورينري اليمينيشن؟ اول حاجه هنعمل كوليكشن اوف ذا داتا، هنجمع داتا او هنجمع معلومات من المريض خاصه بالجهاز البولي، كل الحاجات اللي قلنا عليها في الاول دي هنجمع داتا منها من العيان. فيزيكال اكزامينيشن، هنعمل فحص جسماني للبيشنت. كورليشن، يعني هنعرف ايه مثلا حاجه اسمها ايه المعلومات اللي خدتها من المريض ونتائج الفحص، هنعمل لهم هنشوف علاقتهم ببعض ايه ونشوف الاسباب اللي ادت للمشاكل اللي موجوده عند المريض بتاعنا ايه. نيرسينج هيستوري، اول حاجه هاخد من البيشنت هيستوري عن فيلينج اوف فولنس، انت حاسس ان المثانه ممتلئه، فويدنج سمور اور لارج اماونت اوف يورين، بتطلع او بتخرج كميه بول قليله او كتير، نورمال انتيك او الاوتبوت، انت بتخرج كميه بول قد ايه، طب بتشرب سوائل في اليوم قد ايه، ديستندد بلادر، هساله اذا كانت البلادر ممتلئه وحاسس بالم فيها ولا لا. فيزيكال اكزامينيشن او فيزيكال اسسمنت، ايه التكنيك او فيزيكال اسسمنت اللي انا هستخدمه هنا؟ انا هستخدم البركشن والبالبيشن. البركشن عشان اشوف الكيدني، حجم الكيدني، في تندرنس، تندرنس يا شباب زي ما قلت لكم في محاضره الباول اليمينيشن معناها بين وين تاتش، بين وين تاتش يعني الم اثناء اللمس، لو حسيت بالم في الكيدني اثناء اللمس يبقى ده معناه ان في تندرنس في الكيدني. بالبيشن اند بركشن للبلادر، برضو هنحس البلادر، البلادر بتتحس امتى؟ لو هي فل وديستندد، لو هي ممتلئه وممتده تقدر تحس البلادر، غير كده مش هتتحس البلادر. انسبكشن، هنشوف ايه بقى؟ هنشوف اليوريثرا ميتس اوف يوريثرا الميتس اوف ذا بوست ميل اند فيميل، هنشوف قناه مجرى البول في الميل وفي الفيميل، في سويلنج، في ورم، في ديسشارج، في افرازات موجوده فيها، في التهاب، في انفلاميشن. طيب ايه الفيجواليزيشن بروسيجرز؟ ايه بقى الاجراءات التشخيصيه اللي هنطلبها من البيشنت؟ هنطلب منه ان يعمل كي يو بي اللي هو الكيدني ويريثرا وبلادر اكس راي، هيعمل اشعه على الكلى وعلى الحالب وعلى المثانه. طيب ايه تاني هنعمل؟ هيعمل حاجه اسمها بايلوجرافي اللي هو ايميجينج اوف ذا رينال بيلفيك اند يوريثرا، هيعمل اشعه على الرينال بيلفيك واليوريثرا من خلال اللي هو ممكن يستخدم اكس، دي هتبقى اكس راي، ممكن يستخدم فيها مثلا نوع معين من الصبغه او المحلول المعين اللي مش يدخل في الجسم. هيعمل اشعه مقطعيه اللي هي سيتي سكان، سيتي سكان هيعملها على اليورينري سيستم از دكتور اوردر. يورين اناليسيس، طبعا هيعمل تحليل بول عشان يشوف فيه بقى ار بي سيز، في وايت بلاد سيل، في بروتين، في جلوكوز. هيعمل بلاد يوريا نيتروجين، بلاد يوريا نيتروجين يا شباب مهم في ايه؟ سيجنيفيكانس امبيرد كيدني فانكشن، بيوضح لي اذا كان في امبيرد يعني في فشل او في نقص في وظيفه الكلى نفسها. ديكريس في البي يو ان او البلاد يوريا نيتروجين سيجنيفيكانس امبيرد ليفر فانكشن، يبقى يا شباب لو زاد البلاد يوريا نيتروجين ده معناه ان في مشاكل في الكيدني، لو قل البلاد يوريا نيتروجين ده معناه ان في مشاكل في الليفر في الكبد. سيرم كرياتينين، سيرم كرياتينين هنا بيبقى نسبته من 5 من 10 لواحد واتنين من عشرة، قال بريديوس اوف ذا ماسل ميتابوليزم اكسكريتد انترلي باي ذا كيدني، لو حصل انكريز في الليفل اوف سيرم كرياتينين ده معناه ان في رينال امبيرمنت، ان في مشاكل في الكلى. طيب البلاد يوريا نيتروجين ريشيو كرياتينين ده معناه ان الوين بوث ريز توجذر انديكيتد كيدني فيلير، لو البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين
زاد عن 20 لـ1 ده معناه ان في مشكله في الكيدني او لا قدر الله في فشل في الكيدني في الكلى نفسها. طب النيرسينج كير ايه او النيرسينج دياجنوزيس اللي اقدر اصيغها هنا ايه؟ هقول دي اكزامبل او دي امثله للنيرسينج دياجنوزيس يا شباب. هنقول امبيرد في اليورناري اليمينيشن، مشاكل في عمليه التبول، سيلف كير ديفيسيت تويلتنج، ان الشخص ده مش قادر يهتم بنفسه انه كل شويه يدخل الحمام، يورين ريتينشن، احتباس في البول، ريسك فور انفيكشن. طيب ريسك فور انفيكشن دي اكشوال ولا بوتنشال؟ سمع ناس اهي بتقول بوتنشال، ان دي مش مشكله فعليه موجوده بس ممكن تحصل. ريسك فور انفيكشن ريليتد تو يورينري ريتينشن، ممكن الشخص ده عرضه ان يحصل له عدوى نتيجه لاحتباس البول وانه ركب قسطره بوليه. ريسك فور امبيرد في السكين انتجريتي، في صعوبه في ان الجلد ممكن يصاب نتيجه لايه؟ للانكونتيننس، ان الشخص ده عنده سلس بولي بيدخل يعني عنده تبول لا ارادي فبيبل نفسه كتير فممكن الجلد يحصل له اصابه او تهتك. سيتويشنالي لو لو سيلف ستيم ريليتد تو انكونتيننس، ان الشخص اللي بيحصل له تبول لا ارادي ده يا شباب نظرته لنفسه بيحس ان هو عنده نقص او ضعف في حاجه معينه فبيبقى عنده لو اوف سيلف ستيم. طيب ايه النيرسينج انترفينشن للبيشنت اللي هو عنده يورينري انكونتيننس اللي عنده سلس بولي؟ ايه الكير بتاعتي او النيرسينج انترفينشن اللي هقولها له ايه؟ هقول له اول حاجه منتين فلويد انتيك فروم من 1500 ل 2000 مللي، حافظ على انك تشرب سوائل في المعدل ده في اليوم. بروفايد ايزي اسيست تو باث روم، الطريق اللي يوديك للحمام يكون سهل. الشخص اللي هو عنده سلس بولي ده اخي يبقى الحمام ما يبقاش بعيد عنده، بيبقى قريب منه. يوز كولكشن ديفايس وين نيسيسري، مثلا ما بتقدرش تتحرك من السرير طب تشوف ايه هو الحاجه اللي هتبقى قريبه منك تعمل فيها يورينيشن على طول. اسيس فاكتورز ذات انفلونس افويدنج، شوف ايه العوامل المؤديه مثلا او المسببه لعمل ليه السلس البولي. سكين كير تو بريفنت اريتيشن، طبعا هنعمل كيرنج للسكين عشان ما يحصلش جرح ليه. كلين لينس اوف لينن اند كلوزز، طبعا الملايات ولبس المريض لازم يكون جاف ونعمل له كليننج. فريكوينت تيرنينج بيشنت تو بريفنت دي كيوبيتس السر، البيشنت اللي عنده سلس بولي يا شباب عرضه ان يحصل له قرح فراش عشان كده بنخليه يبقى يغير وضعه كل شويه. انكورج بارتيسيبيشن ان ذا بلادر تريننج بروجرام، لازم اخلي البيشنت يدخل في برنامج اللي هو ايه ازاي نخلي المثانه تعمل كنترول او تعمل تحكم في عمليه التبول. ايه تاني؟ strengthening the abdominal muscles by using it to aid air inhalation, tightening and relaxing the perineal muscle 10 times 3 times daily. هخلي البيشنت يعمل تمرين معين 3 مرات في اليوم، التمرين ده مدته 10 دقايق، هياخد نفس ويحبسه في الجسم بحيث انه يشد عضلات بطنه يعود المثانه انها تعمل كنترول. bladder returning programs ده اللي انا بقول لكم عليه. adjusting the fluid intake schedules، البيشنت دوت هعمل له جدول للسوائل الداخل قد ايه والخارج قد ايه. هنشوف الايموشنال سبورت، لازم نحسن من حالته النفسيه في الحاله دي. ممكن نركب بقى في اخر حاجه insertion enabling catheters، اخر حاجه هعملها لو البيشنت ما قدرش يتحكم في عمليه التبول هركب قسطره بوليه. طيب الميجرز تو بروموت بروبر يورينري اليمينيشن فور بيشنت سافرنج فروم يورينري ريتينشن، لو البيشنت عنده احتباس بولي ايه الكير بتاعتي او الميجرز اللي هعملها؟ اول حاجه بروفايد برايفسي تو ذا بيشنت، نحافظ على ان البيشنت يبقى في مكان له خصوصيته. ريستراكت في اللويد انتيك، هوقف السوائل يا شباب لان الشخص دوت ما بيتخرجش سوائل فكله محبوس في الجسم. هيلب ذا بيشنت تو اسام سيتنج position to help him to void، هشوف ايه الوضع اللي هو بيقدر يعمل urination فيه وخليه يقعد فيه. provide bedside commode if the patient cannot use the bedpan or urinal، هخلي البيشنت هنا هرفع له جوانب السرير او هخليه قريب منه اليورينال او البيدبان. listening to sound of running water، ممكن اسمعه صوت ميه او pure warm over the perineum of the female patient، ممكن احط كمادات ميه دافيه على منطقه البرينيوم في الفيميل. provide warm bedpan or urinal، اخلي البيدبان او اليورينال اللي بيستخدمها المريض تكون دافيه. apply warm hot water bottle to the patient lower abdomen، زي ما قلت لكم احط كمادات ميه دافيه على
الابدومين. بوت ذا بيشنت هاند، ممكن احط ايده في ميه دافيه، كل دي عوامل بتساعد ان هو يعمل يورينيشن. وفي النهايه لو ما عملش يورينيشن هلجأ للكاسترلايزيشن، شود بي اوردر باي ذا فيزيشن. في النهايه خالص هستخدم الكاسترلايزيشن لو كل الميجرز، لو كل الخطوات يا شباب اللي قلتها في الاول دي ما جابتش نتيجه مع البيشنت. Stimulate the reflux of the bladder by applying cold to the abdomen. في الحالة دي بقى بيقول لي measures to promote proper urinary elimination for patient with urinary retention. ممكن هنا أحط كمادات مية دافية على البطن. Assist the bladder distension by palpation and percussion. Assist with toilet at regular intervals. ممكن كل شوية أدخل المريض الحمام أخليه يحاول يعمل urination. وزي ما قلنا في النهاية هنلجأ للفولي كاسترز، القسطرة البولية. ايه هي اليورينري كاسترز؟ consist of insertion thin hollow tube through the urethra into the bladder to remove the urine from the bladder or to establish the patient urine drainage methods. هدخل الكاسترز من خلال اليوريثرا، من خلال قناة مجرى البول في البلادر، عشان افضي البلادر او المثانة من البول اللي موجود فيها. اليورينري كاسترز is used for various reasons. بيقول لي في اسباب هستخدم فيها اليورينري كاستر. ايه هي الاسباب دي؟ keeping incontinence client dry. البيشنت دوت عنده سلس بولي وانا عايزه احافظ عليه جاف. relieving bladder distension، طبعا في تمدد شديد في البلادر وعايزين نخليها ريلاكس. during procedures زي السيرجري، البيشنت هيعمل جراحه معينه ومحتاجين نركب له كاسترز. measuring the residual urine، عايزين نجمع اليورين يا شباب مثلا خلال 24 ساعة عشان نعمل له تحليل. obtaining sterile urine specimen، عايز عينة يورين معقمة. instilling medication، هحقن أدوية أو علاجات معينة في البلد. طب إيه هي ال instructions to reduce the UTI عشان أمنع أو أقلل ال urinary tract infection، عدوى الجهاز البولي؟ حدي المريض بعض ال instructions. إيه هي ال instructions دي؟ drink 8 glasses of the water day، هخليه يشرب 8 كوبايات ميه في اليوم. practice frequency voiding every 2 to 4 hours، لازم يدخل الحمام خلال ساعة أو 4 ساعات، ما يقعدش فترة طويلة من غير ما يعمل urination. avoid use of harsh soap and powder، ما يستخدمش البودرة أو الصوب الصابون اللي هو بيعمل irritation. avoid tight fitting panties، ما نستخدمش اللبس اللي يكون ضيق او ضاغط على الابدومين. wear cotton rather than nylon under clothes، اللبس يبقى قطن اكتر منه نايلون عشان ما يعملش irritation تهيج. girls and women should always wipe the perineal area from front to back. بالنسبه للفيميل لما تيجي تعمل كليننج لمنطقه البرينيوم هتعمله من from front to back، من قدام لورا. هنزود فيتامين سي في الاكل بتاعنا.